قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، يعني حضر قلبه فيها وخشع فيه لله عز وجل. أما الذي يصلي وقلبه مشغول وغير حاضر في الصلاة فهذا لا يؤجر على صلاة، وإن كان لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، ولكنه ليس له فيها ثواب لأنه لم يخشع فيها. الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة خشوع وحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليس المراد منها مجرد الركوع والسجود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.